اهلا بيكم متابعي قناة اي جي سوفت، معكم محمد سيد. والنهاردة زي ما وعدتكم جبت لكم اسعار اجهزة الكمبيوتر الاوريجينال من داخل مول البستان بباب اللو، والاسعار انا مصورها بنفس لكل جهاز، يعني مش لازم تتعب نفسك وتنزل تجيب اخر الاسعار. لكن عاوز اقول لكم مش مهم ان تعبت ونزلت وصورت قد ما كل همي ان اجيب لكم المعلومة، ومش طالب منك غير انك تدعمني وتضغط على زر الاشتراك تحت الفيديو عشان افضل مكمل في القناة. وبرحب بكل اخواتي وحبايبي اللي انضموا لي على القناة. بصوا حبايب قلبي، انا جمعت لكم كل الاسعار والصور على مدونه وهنراجعها مع بعض بسرعه، وتقدروا تحفظوا الاسعار على جهازكم بحيث انكم لو حبيتوا ترجعوا لها في اي وقت، وهتلاقوا لينك الدخول على المدونه تحت الفيديو. ونبدا مع بعض ونروح على اول جهاز. الجهاز بتاعنا البروسيسور بتاعه AMD A10 بيعادل كور i7، الرامه بتاعته 8 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، كارت الفيجا بتاعه AMD 2 جيجا. الجهاز ده عامل 2500 جنيه. نروح على الجهاز اللي بعده، هو من نوع ديل، البروسيسور بتاعه كور i5 الجيل الثالث، الرامه بتاعته 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 250 جيجا، الفيجا بتاعته انتل بترفع لحد 1.5 جيجا. الجهاز ده معلش انا خد السعر هنا، ولكن الجهاز ده عامل 1399 جنيه، يعني 1400 جنيه. هنروح على الجهاز اللي بعده اتش دي، الجهاز ده كور i5 تمام، هنا مش محدد لي الجيل الكام، اعتقد جيل اول لان هو مش محدد هنا الجيل. الرامه بتاعته 4 جيجا دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، الكارت الفيجا بتاعه من نوع اي تي اي ريديان اتش دي 7480، الكارت ده 2 جيجا بيرفع معاك لحد 6 جيجا. الجهاز ده عامل 1299 جنيه. هنروح على الجهاز اللي بعده، الجهاز اللي بعده من نوع ديل، البروسيسور بتاعه مش واضح هنا للاسف، هم عاملينه كده يعني مش واضح هنا. المهم الرامه بتاعته 4 جيجا دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، الفيجا بتاعته انتل بيرفع لحد 1.5 جيجا. معرفش البروسيسور ده يعني قد ايه، اعتقد يعني زي ما هو مكتوب كده مش واضح قوي، ولكن هو من نوع بنتيوم على ما اعتقد يعني تمام. هنروح على الجهاز، مش مهم يعني مش مهم الجهاز ده، هنروح على الجهاز اللي بعده. الجهاز اللي بعده من نوع اتش دي، البروسيسور بتاعه كور اي 5، وطالما الجيل مش واضح يبقى جيل اول، الرامه بتاعته 8 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، كارت الفيجا اي تي اي ريديان اتش دي 7480، الكارت ده 2 جيجا بيرفع معاك لحد 6 جيجا. الجهاز ده عامل 1499 جنيه. هنروح على الجهاز اللي بعده من نوع ديل، كور اي 3 الجيل الثالث، الرامه بتاعته 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، الجهاز ده عامل 1499 جنيه، يعني 1500. كارت الفيجا بتاعه بيرفع لحد 1.5 جيجا. هنروح على مجموعة الأجهزة دي، الجهاز ده ديل كور اي 5 الجيل الثالث، الكاش بتاعه 6 ميجا، 3.3 جيجا هرتز، الرامة بتاعته 8 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500، الفيجا بتاعه اي ام دي معاك لحد 1 جيجا، هو 1 جيجا تمام، بيشغل لحد بيس 2017. الجهاز ده عامل 2000 جنيه. هنروح على الجهاز اللي بعده، كور اي 5 البروسيسور بتاعه كور اي 5 خلاص، 3.3 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 6 ميجا، البروسيسور ده الجيل الثالث، الرامة بتاعته 8 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500، الفيجا بتاعته 2 جيجا تمام. بيقول لك هنا بيشغل فيفا 2020 وبيشغل فورتنايت. الجهاز ده عامل 2600 جنيه. هنروح على الجهاز اللي بعده، جهاز جيمنج، الجهاز ده كور اي 7 على ما اعتقد، ده مش واضحه قوي، ولكن كور اي 7 على ما اعتقد لان الكاش 8 بيبقى كور اي 7. البروسيسور دوت الكاش بتاعه 8 ميجا و 3.4 جيجا هرتز، البروسيسور ده الجيل الثالث، ولكن الرام هنا 8 جيجا دي دي ار 3، والهارد 500 جيجا، الفيجا بتاعته نيفيديا 2 جيجا. بيقول لك بيشغل هنا فيفا 2020 وفورتنايت. هنروح على الجهاز اللي بعده، الجهاز اللي بعده من نوع ديل، كور اي 5 الجيل الثالث، البروسيسور بتاعه كور اي 5 الجيل الثالث 6 ميجا كاش، 3.3 جيجا هرتز، الرامه بتاعته 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500، الفيجا بتاعته بترفع لحد 1.5 جيجا. الجهاز ده عامل 2000 جنيه. هنروح بقى على الجهاز اللي بعده، اجهزه الورك ستيشن العاليه، الجهاز ده من نوع اتش بي زد 600 زيون كواد، البروسيسور بتاعه 2.9 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 12 ميجا،
معاك لحد 12 كور، الرام بتاعته 16 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 1 تيرا، الفيجا نيفيديا 4 جيجا. طبعا بيقول لك هنا بيشغل الفوتوشوب والاستريتور. الجهاز ده عامل 8000 جنيه، جهاز عالي جدا. هنروح على الجهاز اللي بعده. الجهاز ده من نوع اتش بي، البروسيسور بتاعه كور اي 5 3.3 جيجا هرتز 6 ميجا كاش، والبروسيسور ده الجيل الثالث. الرامة بتاعته 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد 500 جيجا، الفيجا بتاعته انتل بترفع معاك لحد 1 جيجا. تمام، الجهاز ده عامل 2000 جنيه. هنروح على الجهاز اللي بعده. الجهاز اللي بعده زين كواد 2.4 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 12 ميجا، معاك لحد 8 كور، البروسيسور 16 جيجا دي دي ار 3، معلش الرامة 16 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 1 تيرا. بيقول لك هنا بيشغل الفوتوشوب والاستريتور. بعد كده هنروح للجهاز اللي بعده، هو كور اي 7 الجيل الرابع، الرامة بتاعته 16 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 1 تيرا، الكارت الفيجا بتاعه نيفيديا 4 جيجا. بيقول لك بيشغل برضه نفس الكلام الفوتوشوب والاستريتور. والجهاز ده عامل 7600 جنيه. اما الجهاز اللي بعده هنا هو مش واضح ايه او سعره ايه، حتى مش واضح بروسور ايه، ولكن خلينا نعديه ونروح على الجهاز اللي بعده. الجهاز ده من نوع اتش بي كور اي 3، كاش 3، الكاش بتاعه 3 ميجا على ما اعتقد، البروسور ده الجيل الثالث، مش واضح هنا كام جيجا هرتز، الرام بتاعته 4 جيجا دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، الفيجا بتاعه بيرفع لحد 1.5 جيجا. الجهاز ده عامل 1200 جنيه. هنروح على الجهاز اللي بعده، اتش دي اتش بي كور اي 5 3.1 جيجا هرتز، 6 ميجا كاش، البروسور ده الجيل الثاني، الرامة بتاعته 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، الفيجا بتاعته بترفع لحد 1.5 جيجا. الجهاز ده عامل 1100 جنيه. هنروح على الجهاز اللي بعده، هو ديل زيون كواد، البروسيسور 2.4 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 12 ميجا، معاك لحد 8 كور، الرامة بتاعته 16 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 1 تيرا. تمام، الجهاز ده عامل 4000 جنيه، جهاز محترم برضه. هنروح على الجهاز اللي بعده. للأسف الصورة في الجهاز ده مش واضحة قوي، ولكن احنا ممكن نفتحها كده بحيث ان هي تكبر معانا وهي كبرت اهي. تمام، الجهاز ده اتش بي من نوع زيون، بروسيسور اي 1220 في 3 3.1 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 8 ميجا 4 كور، الرامة بتاعته 8 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، الفيجا بتاعه نيفيديا 1 جيجا دي دي ار 5. الجهاز ده عامل 3300 جنيه. هنروح بعد كده على الجهاز اللي بعده، هو من نوع اتش دي، من نوع انتل زيون بروسيسور اي 3 1220 في 3 3.1 جيجا هرتز، 8 ميجا كاش، 4 كور، الرامة بتاعته 8 جيجا رام دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا، الفيجا بتاعه 4 جيجا دي ار 5 من نوع اي ام دي. الجهاز ده عامل 4300. باذن الله كده كل فتره انزل اجيب لكم اخر الاسعار الجديده بالنسبه للاجهزه الاوريجينال. بتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلكم اي جديد. كان معكم محمد سيد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.